السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من مترو الصحافة نتابع أهم العناوين المحلية والعالمية، ولكن قبل أن نبدأ أقول مبروك استوديو جديد. نتابع، نبدأ مع وكالة رويترز. المرصد السوري، مقتل 94 في قصف على الغوطة الشرقية في يوم واحد. وإلى سكاي نيوز، الغوطة الشرقية بين اتفاق سياسي أو هجوم النمر. تعيش الغوطة الشرقية أياما حرجة متأرجحة بين خياري الاتفاق السياسي والحل العسكري الذي يتوعد به النظام الذي كثف غاراته الجوية على آخر معاقل المعارضة المسلحة في ريف دمشق منذ الأسبوع الماضي ليسقط أكثر من 200 قتيل. نبقى في الشأن السوري ولكن من زاوية نظر الروس. في روسيا اليوم أوردت وسائل إعلام سورية أن الجيش السوري سوف يساعد الأكراد في التصدي للعملية التركية في عفرين، لكن لم تظهر أي إشارات على الأرض لحدوث ذلك. كما نفت وحدات حماية الشعب الكردية إبرام اتفاق مع دمشق. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني، لكن الميليشيا الكردية تنفي وجود أي صلة مباشرة بالحزب المحظور داخل تركيا. ونبقى في المحور القريب أيضا. في رأي اليوم، روسيا تكشف عن قتل 60,000 مسلح بينهم نحو 3,000 شخص من روسيا خلال العملية العسكرية الروسية في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير الهيكل المالي والاقتصادي للإرهابيين الذي سمح لهم بالحصول على ما لا يقل عن 3 ملايين دولار من بيع المنتجات النفطية في اليوم الواحد. وإلى وكالة رويترز، تركيا تحذر الجيش السوري من مساعدة المسلحين الأكراد في عفرين. وإلى وكالة الأناضول، الرئاسة التركية لا تستبعد وجود مساومات قذرة بين النظام السوري والبي إي دي. عملية غصن الزيتون ستستمر دون توقف حتى تحقيق أهدافها، كما جاء في الأناضول. وجاء أيضا قال الناطق باسم الرئاسة التركية إن الأنباء الواردة حول اتفاق النظام السوري مع تنظيم بي إي دي كاكا الإرهابي بخصوص عفرين تهدف لتحقيق أغراض دعائية، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود مساومات سرية وقذرة بينهما. وأخيرا في روسيا اليوم، عباس قد يدعو إلى مفاوضات دون رعاية أمريكية. كشف مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد يدعو إلى إيجاد إطار أوسع لمفاوضات السلام من دون رعاية أمريكية، وذلك في خطابه المرتقب أمام مجلس الأمن الدولي. ومن المنتظر أن يتحدث عباس الثلاثاء اليوم أمام مجلس الأمن للمرة الأولى منذ العام 2009، ومن المتوقع أن يدعو في خطابه قوى دولية متعددة للتمهيد لمفاوضات سلام بديلة، بالإضافة إلى انتقاد قرارات الإدارة الأمريكية القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وعن هذا المحور سنتحدث طويلا في الفقرة الأخيرة في الصحافة الفلسطينية. وللحديث أكثر عن ما يحدث في سوريا وعن التطورات وعن التهديدات المتبادلة بين الأكراد بين الأتراك والسوريين حول القضية الكردية، معي الصحفي العزيز في الاستوديو مجد دانيال، يعطيك العافية. أهلا بك مجد. يعني أوردت وسائل إعلام سورية أن الجيش السوري سوف يساعد الأكراد التصدي للعملية التركية في عفرين، يقولون بأن ذلك يعني على الأرض حتى الآن لا يوجد أي دلائل، ولكن يعني هذا وارد بأن تساعد تركيا الأكراد ضد أن تساعد سوريا الأكراد ضد تركيا. كيف تنظر إلى ذلك؟ وهل هنالك اشتباك على ما يبدو قريب بين تركيا وسوريا بطريقة أحد؟ يعني أن يكون هناك اشتباك بين النظام السوري وتركيا، لا أعتقد بأن هذا السيناريو وارد أو يعني في يعني المدى القريب، وذلك بسبب التفاهمات التي تم التوصل إليها ما بين يعني الأتراك والروس ويعني القوى العظمى، بأن لا يتم يعني أن لا يكون هناك اشتباك أو تدخل من قبل أي قوى في سوريا، خاصة هذه القوى اللاعبة والفاعلة على الساحة الدولية كتركيا و
يعني أيضا روسيا والولايات المتحدة، ولكن يعني النظام السوري بطبيعة الحال لا يرغب بتمدد القوى التي تدعمها تركيا، ومن المعروف أن القوى التي تقوم بمحاربة الأكراد في عفرين هم قوات المعارضة السورية أو ما يسمى أيضا في قوات الثورة السورية، وهؤلاء هم يعني معارضون لنظام بشار الأسد. لذلك يعني النظام السوري لا يرغب بأن تتوسع نطاق سيطرتهم، لذلك هو يرغب أيضا في الدخول إلى عفرين ومحاربتهم مع الأكراد، هو يفضل الأكراد على المعارضة السورية. نعم، يعني هل تعتقد بأن هنالك أزمة ثقة عمليا بين القيادة التركية ورجب طيب أردوغان وبين نظام الرئيس بشار الأسد، يعني خصوصا بأن في خلال السبع سنوات الماضية كما يقولون تركيا لم تحلب صافي مع السوريين، بالعكس عمليا اتخذت موقفا معاديا ومحاصرا، وهنالك من يقول بأن يعني بطريقة أو بأخرى كان هنالك يد لتركيا في السماح وفي الإتاحة لبعض الإرهابيين الدخول إلى الأراضي السورية. نعم، يعني بطبيعة الحال على مدار 7 أعوام من الأزمة السورية تركيا كانت يعني من المعروف أنها كانت داعمة لقوى يعني ما يسمى طبعا ما تسميه الثورة السورية أو قوات المعارضة أو الجماعات المسلحة في سوريا، فيعني هذا الدعم التركي لهذه الجماعات إن كان دعما ماديا أو دعما عن طريق مدهم بالسلاح أدى إلى يعني سيطرة هذه الجماعات على مساحات واسعة في سوريا، فلذلك يعني النظام لا ينسى هذا يعني الدعم التركي للمعارضة السورية، وهو يعلم علم اليقين بأن تركيا هي من المعادين لنظامه يعني، وهي تنتظر الفرصة يعني للإطاحة بنظام بشار الأسد، كما نرى بأن لها أيضا مطامع لربما في السيطرة، وهي سيطرت الآن على مناطق في سوريا، فالنظام يعني التحركات التركية تشكل خطرا على النظام السوري. بما لا شك في مجدي كما تفضلت أن النظام السوري يعني كان من يعارض أو يوافق معه، ولكنه يعني أثبت كنظام بأنه يستطيع الصمود كثيرا في وجه الأزمات الموجودة.